لايك كومونتير بارطاج حباكم خوتكم حباكم ملي تصيفطوا الفيديو ديالنا بارطا صيفطوا بالدق الطاقه المراكشيه اه قول يا خواتات وصوتيات السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اموركم هانيه نزهه صباح الخير نزهه صباح الورد ضحك عليك دابا صباح ياسمين ياسمين راكي لا عندك انا ما عندي لا ياسمين عندي عشوك اسلمي على خواتك خواتاتك تبارك الله حزمتك تبيض القلب ما انا ما زيناش السلام عليكم خوتي خواتي هذه كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده الله خوتي اللي عندي واحد الروينه حالتي وصباح عليك الكولاجين وجهك ينور انا واخا غطسوني في الكولاجين بنفسه يديروا لي بديك الماكينه الكولاجين ويدوروني فيها ما عيقل يلا فقا يلا فقا من نعس الماء ما بقاش عم دابا الكولاجين الكولاجين وراء وجهي راه ربي خلقنا هكا انت على الطبيعه انا على الطبيعه اخوتي خواتاتي انا على الطبيعه راه قلت لكم شارك معاكم كل شيء اختي عاد دخلت علي على غفله راه عيطت عليا قلت لها ما تجيش راني سايره لنا قلت لها تعيط لي والله انا نقولها لك قدامها تاع شديري قعدي في دارك راني غاقه عاد تسري عليا قلت لها ما جيتش عليك قلت لك قعدي في دارك راني غارقه حتى نكمل ونعيط لك وانا راني جديد ليا عكل عاد سمعت الباب دق قلت له تعالي ها انتم اخوتي رحنا رانا نزهه جيت لعندها لقيتها غارقه مسكينه في الحوايج وفي الشراوط ما كان زعل هذا الرومل كامل ولا هذا وين الحوايج اش نقول لك ما عرفت من عندها والله ما عرفت من عندها حق ربي ما عرفت من عندها ما كان هادشي نزه كامله وانا نخدم نجي في العشيه يا ربي يا ربي طيب ديك مويكله يا ربي يا ربي نوجد من ناكل نعيا حالتي حالتي انتم عارفين اللي خدام والوليدات والدار الراجل ايوا خوتي وش نقول لكم الماريو عندي تجخلط الداخل خاف يستف في الحوايج باش السيمانه دايره هكا وهادشي كيتجمع وهادشي تيجمع ملي تيجمع تتعودي تبغي شرويطه تلبسيها ما تتقطعها فيه في صافي ورا انت قاديتي الماريو ورينا الماريو شويه وصافي شويه وصافي ماريو راه هانتوما نزار عز عليها بحال هكا الماريو كون انا عز عليا الماريو يكون مستف ولكن هادشي بان ليا ما مستفش مزيان مستف ماشي بزاف يعني باه يعني هادو على هادو اللي حامته ما خصنيش نشري لهم دوك العلاقات العلاقات ما عنديش هادوك ديال التعلاق هادوك اه ودابا الماريو الماريوانا خاصو الطاجيرات مازال خاصو الطاجيرات اييه ولكن بحال هذيك اللي تحتانيه عندك كبيره كبيره دابا هادي شويه طلع الفوق هادي طلع الفوق حيت شباب هادي شوفي باقي ها باش انا الحوت ما نطلعوش حتى الفوق نطلع نطلع طلع دابا تندير هادو التيشيرت وقات هادو الحوايج شويه مسخون مخفف هادو حوايج النعاس ملي تندخل بيجامات بيجامات هنايا هادو التريكوات سخان هاني دابا عن هاني دابا عن القاد هادو راهم قادين عاد هادا اللي شوية داير بحال هاكا ورينا حوايج الخروج الله يستر لنا بغيتي تورينا انا خروج تاني حوايج الخروج ديال الكبرى انا ما عندي حوايج خروج انا عندي كلشي فيه خروج وفيه دخول ها هما هنا الله يستر مالك ياسين وهادوك رابط الراجل دايرهم هنا شوف تبارك الله شحال تاع الحوايج عاد تاع الخروج حوايج الخروج عندي انا هادو هما حوايج الخروج عندي جوج صيفات وما هماش حوايج خروج راه ما كاين لا خروج لا والو خوتي كاين عاد دخول كاين عاد دخول ها انتم على قد الحال داكشي ها انتم هذا كيقول لك لبسي لبسي نزه هذاك الشيء على قد الحال اخوتي ها انتم على قد الحال اخوتي اللي عندنا هو اللي عندنا الله يجعل البركه هذا ما شاء الله وشكرنا اللهم لك الحمد شوفوا شوفوا ولدي كيعيط على على صاحبه عيط على صاحبه سدينا عليه هذا قدرناه من برا وهذا من الداخل باش ما يصدعوناش ولكن صداع مع الوليدات سمحوا لنا على الفيديو الاخر كان يعني صداع صداع للدراري الصغار راه ما كاينش كيفاش نديروا لهم راه ضروري خاصنا نحضوهم هذا ما كان ضروري خاصهم يكونوا عجبان هذا ما كان السلام عليكم اخوتي كي دايرين لاباس غنعاون نجي هنايا نعاونو ياسين نعاونو الشعب الدراري الصغار راه معاهم معاهم لا فيديوهات ما كاينش كنديروا كاينش كنديروا لهم دابا نشوفو شنو غادي نديرو
السلام عليكم اخوتي. من بعد نزهه ما ضربت تماره وبارك عليك نزهه من شقاو تماره جتها هنايا الله يلا وبارك عليكم من تماره ديال السيمانه كلها وعاوتاني تغطسيتني في الدار صافي جمعت معها الدار دغيا دغيا وجيت عارضه عليها لواحد الريستوران ان شاء الله نتمخبخوا فيها وناكلوا فيها. مرحبا بك نزهه. وانتم اخوتي كما قلت لكم جات عليا اختي راه جات اختي عطني غارقه تما عاونتني في داك الشيء حيدنا داك الشيء قالت لي زيدي يلاه تخرج لها تاعك موتي. لو حنا جينا اليوم لهاد الريستوران راكم عارفينها هي الحوت. هاد الريستوران ديما كنجيو ليها خوتي ناكل الحوت كنجيو على هاد السيد. وهاد خوتي هاد الريستوران زوينه ديما كنجيو ليها انا ونزهه بصحتها ما عرفتش غنجلسو ان شاء الله دابا غنطبرو ان شاء الله غنجلسو. بصراحه ها هي سميتها فيش هوم هي كاينه في كيري سميتها هاد البلاصه نسى درنا هاد الصبار من بعد ان شاء الله غادي اي حدا المحطه ديال الدرينك. المهم اخوتي بصراحه كنجيو ليها كنتبرعو كناكلو حاجه زوينه حوت زوين. ها هي غادي ندخلو ان شاء الله نيت باش غادي نشوفوها. يعني ملي كنبقاو نطبخو حوت تنجيو لهاد عند مول هاد الحوت ما نعاوش ليكم راه هي جات محطه درينك ومحطه كيركسترات كيركسترات احسن في تورناوت سبان برغراوت وبصحتنا وراحتنا وان شاء الله نحنا نشوفو ان شاء الله اش غادي ناخذو فيها. قلت ليها بارك عليك من تماره ديال السيمانه والله عينه حق ربنا عينه والله غدا عم سمحتي لي الخدمه. ايه تاتي دار لما تجمعت واحد السيمانه غتموت راه ديما نشقاو دي من تماره. وهانتي نزهه بصحتك وراحتك. وحنا من بعد ما حطينا كراس تاع الداري هانتوما هاد السيد تبارك الله هانتوما راهم احنا عارفين راهم الاصدقاء ديالنا هاد الدراري ودابا غنقدمو لكم. هو السلام عليكم. مرحبا بكم في شهر وصلنا سيمان في داوزة هاي. مرحبا بالناس بورغراوت زين ديالتي. مرحبا بورغراوت والناس اللي باغيين يجوا من كل بلاصة. تبارك الله عندكم داكشي تبارك الله عندكم داكشي فريش والله الصراحة خوتي ماشي نفاق ولا شي حاجة ديما كنجيو كناكلو عندهم شي حاجة زوينة ما كاينش ماشي داكشي قديم جديد البنة يا سلام ما نقولوش لكم زعما ماشي تعرفوا الخواتات معاكم بالصراحة والنية وهو غيقول لكم هو نيت بالنفس ديالو. جو عندو قال لينا راهم تبارك الله جديد وشكروه. مرحبا بينا عندو وغيتهلا فينا ان شاء الله. الله يحفظك اخويا ويسر امرك. وعندهم السيرفيس تبارك الله زوين. اييه سفيان عندك شي زوين ان شاء الله دابا غادي ناخذو. يلا نزهه شنو غادي تاخذي لنا اليوم؟ اجي دير خويا شويه سكامبيس كيف العاده راك عارف سكامبيس قمرون زلم عند سكامبيس تبارك الله زوين. سول يا واحد ميرنا حشو دي الرايه كرما هذاك كرمال يا شكرا حتى من هذا زوين هذا باش ياكلوه الدراري. لا لا هذاك هذاك يا ياخذوا الدراري داير شكرا اخويا. وسلاده ميكس سلاده يا ميكس سلاده عندكم السوب تايا كاين بالسوب باهيه نشوف باهيه كاين بالسوب سلاط لا انت البايله عندهم خسارة كاين عندهم السوب ما نعاوش لكم اخوتي كثيرين بايله زوينه بايله غزاله كل شيء عندهم زوين وان شاء الله دار معروفه يعني ميك سالاد وعجيب واحد سوب في سوب نعم فيش صافي شكرا اخويا راك تسني الماكله. ها هو الشيف كوك جاي شكرا خويا شكرا الله يحفظك.
بارك الله فيك وراك تبارك الله عليك. بارك الله فيك. انتم اخوتي انتم كي حطها تبارك الله تشهي. خلي ولدك ياكل بصحته هو ياكل هي تشهي تشهي يعني منظر روعه. غير شوفي غير المنظر وتشبعي. المغاربه تبارك الله انا عامره عندهم يعني عامره كاينه الدنيا زوينه. وانتم الصوبه ديال الحوت يعني قمرون وتيطحنوا فيها حتى الحوته جميله. انا عارفه هذه الصوبه خويا تخرجوا شوفوا اليوم انا تديو على حالها على الحال الحمد لله. الدار عندنا هنا غير قلت لهم الصباح غير كنسكنوا غير هنايا هي عاديين خويا تما كيعرفوا خرجت بريوي بعدا ديال ياكل يشرب هذاك الشيء اللي كاين. مرحبا بالجميع. نتوما عارفين ملي نبغوا ناكل الحوت راه تنجيو لهاد البلاصه من غيرها ما البنات كيقولوا لنا البلاصه اللي جيتو ليها نتوما بينوها لينا باش حنا نعرفوها باش نمشيو ليها ولا شي حاجه. اييه انا خوتي راه نصحكم نصحناكم شي حاجه زوينه راه الماكله عندهم زوينه نقيه وصحتو خليها حاجه زوينه. راه حنا ديما كنجيو لعندهم لو رجعتوا الفيديوهاتنا القدام راه مبيتين وراكم عارفين الخواتات راه بلا يبقاو زمعي راه اللي كاين تشارككم به. صحتك جميله صحتك سفيان يلا صحتك جميله. خيركم في داركم نتفرج الله كاين بزاف ديال البنات بحال اللي كتجي معنا في النهار لكن هذا الشيء ما كيكونش ديالنا. كاين الناس اللي ساكنه شي بلاصه ما فيهاش العرب بزاف ما فيهاش المغاربه بزاف ما كيكونش هذا الشيء ولكن الحمد لله حنا ساكنين في هاد البلاصه قريبه منا كل شيء. لا عندكم تعامل زوين معروف وعرض على الناس عرض على الناس. عندكم فيشة وسطون عاصمان نمرة 37 بولغراد. شكرا مرحبا بنا دغيا دغيا صوب داك الشيء دغيا دغيا تبارك الله كتعتني بزاف. بابي نجيب دابا فريسة وشوية ديال الصوص. شكرا اخويا الله يعاونك. جميلة شكرا لك اخويا دغيا دغيا سميتها الله يحفظك. ها انتم اخوتي انتم اخلي انا انا سفيان غيبقى ها انتم اخوتي ها انتم هادي تشرميلة ونجيبكم في ديال الزهر. بارك الله فيك الله يحفظك ها انتم الله يعطيك الصحة نبين لكم التفصيل. اخلي جميلة اخلي ها انتم يعني ودغيا دغيا يعني كيسربي الناس كيسربي الناس راه معروف ماشي اول مره تنجوع عندو انت عارفه. احنا تنقولوا الناس انتم اللي بغى يجي مرحبا به كل شيء جديد وكل شيء زين. التعامل ديال الناس الله يعمرها دار. هذاك الشيء علاش حنا ارتاحين لنا ليهم وعندنا تنجوع عندهم اللي تبغوا ناكل حقاش التعامل حتى هو تيلعب دور والحمد لله الله يعاونهم تما مساكن والله يكمل عليهم والله يعاون كل واحد. دابا الريستورات الا عرفتي شي ريستوران زوينه وفي حاجه زوينه كتبقاي عليها تتبقاي عليها. هذا الشيء علاش حنا دابا علاش بقينا كنجيو لان الناس دار فيهم النقاء والسيرفيس زوين والحاجه مزيانه. هذاك الشيء تيصوبوا كل شيء قدامك. لما تجي تجي ريستوران عجبتك راه ما تعاوديش ترجعي ليها ما تعاوديش ترجعي ليها. العلوان ديالها سير راه هو هذاك راه فينا هو العلوان ديالها هو هذا شفتوا هذا شنو هو الشيف كوك ثاني جايب هذا الزعلوك مغربي. شكرا خويا الله يحفظك شكرا. يا قال حنا بحسن من قال كان مولي بلجيكا بارك الله فيك وحنا كلنا الحمد لله الله يقوي الخير. شكرا لك خويا شكرا. حتى انا خرجت ديك الساعه ملي كنت مع الشغل تاع الدار مشيت للدار عندي ايوا بدات الناس ما عندكش واش ما عطاتنيش شي حاجه. ومن بعد وانا نقول لها قلت لها قلت لها صافي يلا نخرجوا ناكلوا شي حاجه ومشينا لقينا واحد الغرض هنايا في هنايا عندنا انا وياها باش نشري شي حاجات. وعاد باش جينا للريستوران انا ما شفتش حتى يديركم مخدوم صحة هذا قولي لهم كادو الله يحفظك.
كلت برتجاج، خوتي بالعصا،
لحقاش واش غندير وليات هما هذا هما عارفين دابا وليت يخرج لي اجي سفيان ولكن انا غنشرب الاتاي وصايي ولع يهود ليه رجليه بعد مشيت راه يمشي يمشي والناس اللي هي في المساكن ماشي قالوا لي نفس اصلا تعرفونا ملي تنكون بوحدي خلوني شي تلفون ديال الغاز
هي في المغرب وتعيط لي هنا في غنمشي انت عارف شي انا شي خوتي والو لا قولي لي في المشي اش كنتي تاكلي في ياسي قلت لها بنت ياسي قالت لي في عمر اللي كتقولي قلت لها شنو ناكل قالت لي كنطيب انا ام الخبز في الطاجين ونعمروا ليها كندير المرقه وندير الخبز انا كانوا كيصيفطوني كانوا كيديروا لي صاك وصيفطوني لاسي يقول لي سير غدا يجي غادي يصيفطوني من العاره يلا خوتي السلام عليكم شكرا لكم ما تنسوش لايك كومونتير بارطاج حباكم خوتكم حباب ملي تصيفطوا الفيديو ديالنا بارطاجيو بالدق الدق المراكشيه اه قول لهم خواتات مزيانات رجعوا